لو بتكلم على ان انا دلوقتي عندي سيستم بيعمل اكستشينج اوف انرجي، يعني طبعا ممكن انا اكستشينج انرجي مع سيستم عن طريق حاجتين، يا اما الورك يا اما الهيت، يا اما اخليه يعمل شغل يا اما اعمل اكستشينج اوف هيت معاه. اوكي، الدلتا يو اللي هي تغيير في الانرجي بتاعت السيستم بتاعها، هي عباره عن كيو ماينس دبليو. كيو دي عباره عن الانرجي ادد او الهيت ادد للسيستم بتاعي، والدبليو ده عباره عن الورك دان باي ذا سيستم. اوكي، فطبعا لو انا باد هيت يبقى معنى كده الدلتا يو بتاعتي بتبقى بوزيتيف، لو بعمل شغل من السيستم بتاعي يبقى معنى كده درجه حرارته او درجه الانرجي بتاعته او القيمه بتاعت الانرجي بتاعته بتقل. في اختلاف اساسي في بين الهيت وبين الورك. لو انا بتكلم على السيستم بتاعي ان هو حاجه بالشكل ده كده، لان الديستريبيوشن بتاعه حاجه بالشكل ده كده، لو انا حطيت السيستم بتاعي، تخيل ان هو ده السيستم بتاعي، لو انا حطيته بتوين دبل لايند بوكس كده بالمنظر ده، الدبل لايند بوكس ده بسميه ادياباتيك وول. ادياباتيك وول معناه ان هو عباره عن سور ما بيسمحش باي اكسشينج اوف انرجي بتوين الايه جوه وبره، ما بيسمحش باي اكسشينج اوف هيت بمعنى صح يعني. اوكي، لو انا حطيتها بس بسنجل يعني سنجل لاين بوكس كده، يبقى معنى كده ممكن يحصل هيت اكسشينج. اوكي، لو انا بتكلم ان في ورك دان، بحط كده حاجه زي بيستون كده كرمز للايه، ان يبقى في ورك دان. اوكي، الفرق بين لما بحط هيت او لما بحط ورك فرق مهم جدا. ان انا لما بحط هيت اللي بيحصل نفس العدد البارتكلز هو هو، بس بيعاد توزيعه على الانرجي ليفلز اللي موجوده. الانرجي ليفلز نفسها ما بتتغيرش، يعني لو بصينا هنا كده هلاقي كل واحده من الانرجي ليفلز في نفس مكانها. في الورك بقى لما بعمل ورك، لا ده بيحصل ان الانرجي ليفلز نفسها اللي كانت موجوده عندي اماكنها بتتغير، والديستريبيوشن برضو بتاعها بيتغير. نحط الكلام بقى اللي احنا قلناه من شويه ده في شكل ستيتمنتس كده. Pure heat flow involves a change in the average number of particles in each level. يعني لما بحط heat يعني انا بغير بس الافرج نمبر اوف بارتكلز او الاماكن بتاعت البارتكلز دي within نفس الانرجي ليفلز، ما بيحصلش اي تغيير في البوزيشن بتاع الانرجي ليفلز. بالنسبه للورك بقى، لا انا بيحصل ان بيتغير لي الماكروسكوبيك بارامترز، ومعنى كده ان انا دلوقتي بعمل تشينج ان بوزيشنز وتشينج ان ذا افرج بوبوليشنز ان ايتش ليفل. اوكي، طبعا الجنرال كيس بتبقى كومبينيشن من الاثنين دول.